بتنظيم من مشروع نقل المعارف التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار افتتح الصباح اليوم الندوة الدولية حول صورة الآخر نظرات متقاطعة بمشاركة حوالي ستين مفكرا ومتخصصا بارزا في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومن دول عربية وأوروبية تظاهرة فكرية تهدف إلى تعميق المعرفة العلمية بمسألة الآخر والآخرية بما يحد من تكوين الافكار والاحكام المسبقه التي كثيرا ما تشوه العلاقه بالاخر وتعطل الحوار معه سواء كان فردا او جماعه او شعبا او ثقافه. صوره الاخر نظرات متقاطعه هذه الندوه الدوليه التي نظمها مشروع نقل المعارف التابع لهيئه البحرين للثقافه والاثار ستحاول الكشف عن ملامح الاخر الاخر المسلم التي اختلت صورته في مخيله الاخر الغربي. الندوة التي تُعقد اليوم في مملكة البحرين عن صورة الآخر نحن نعاني مثل ما يعاني كل و... كل مواطن عربي عن الصورة التي اختلت لدى الآخر عنا نحن اليوم نناقش هذا الموضوع ونرى بعد ربع قرن من عقاد الندوة الأولى في تونس عن صورة العرب لدى الآخر اليوم في البحرين نستضيف هذا المؤتمر لكي نرى بعد ربع قرن ما هي الصوره التي اختلت وكيف ينظر الينا العالم الاخر ليس القرب فقط وانما العالم اجمع ما هي الصوره التي ترتسم في مخيلته حينما يذكر مواطن عربي او مفكر عربي او مجتمع عربي صوره الاخر وكيف تنظر الشعوب والثقافات بعضها الى بعض هي ندوه مهمه جدا في هذه اللحظه بالذات وخاصه اللحظه العربيه وايضا اللحظه العالميه لما يحدث كما يعلم الجميع من سوء تفاهم بين هذه الثقافات وبين هذه الشعوب. الصين كانت مثال الاخر الشرقي في اولى اوراق عمل الندوه التي حملت عنوان الاستشراق الاقصى واقصى الاستشراق حيث تم الاستشهاد بالمفكر المعروف الراحل ادوارد سعيد. الذي احدثت نظريته في الاستشراق تاثيرا منذ ثلاثه عقود في طرق وصف الشرق الاوسط خصوصا في النواحي النظريه والنقد الادبي والعلوم الانسانيه هذه هي الزيارة الأولى لي لمنطقة الخليج وبطبيعة الحال للبحرين. أنا سعيدة جدا لإتاحة هذه الفرصة لي للتبادل الفكري مع زملاء العرب. أؤمن أن هناك تعدد في وجهات النظر فيما يخص الاستشراق وأنا هنا اليوم لأتحدث عن الصين التي تمثل الاستشراق الأقصى. كان من دوافع يستعرض اليوم الأول من الندوة أيضا ملامح صور الآخر في الأزمنة الحديثة عبر ورقة لأستاذ تاريخ الفن في جامعة فريبورغ بسويسرا فيكتور سويشيتا وكذلك الآخر المسلم في المخيال الإسباني الحالي بين أوروبا متعددة الثقافات والسرد التاريخي القومي ومشاكل الزمن الحاضر لأستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة غرناطة خوسيه أنطونيو إلكتوند ليختتم مدير معهد دراسات عرقية ببيروت فالح الجبار اليوم الأول من الندوة بورقته: أن تكون بهوية بلا هوية؟ هذا هو السؤال. أما في يومي الجمعة والسبت فيتوزع المشاركون إلى أربع مجموعات لإلقاء مداخلاتهم، حيث تناقش المجموعات موضوعات مهمة تحت عناوين: مقاربة نظرية لمسألة الآخر والآخرية، الأديان والإثنيات في علاقتها بالآخر، الآخر في الخطاب والآداب والفنون. ورؤى ومقاربات متقاطعة مشروع نقل المعارف جاء ليعوض النقص الموجود في النقل المعرفي الدقيق إذ بدأ المشروع عام 2014 ليترجم خمسين كتابا من الكتب العالمية إلى اللغة العربية في مجالات تتنوع في انتمائها الثقافي واللغوي كما يقوم المشروع بتنظيم الملتقى العربي الأوروبي لشباب الباحثين في العلوم الاجتماعية وإقامة هذه الندوة الدولية التي تعزز من مكانة مملكة البحرين العالمية وتعكس انفتاحها على الثقافات الاخرى ساره البدري لمركز الاخبار تلفزيون